مبروك كابتن اسامه، فوز مهم للنادي الاهلي. اه طبعا احنا قلنا كل ثلاث نقاط مهمين جدا، بالذات ان السبع ثمان ماتشات المتبقيين لينا بيراميدز المنافس السنه دي في البطوله، فلازم تقرب منه، لان لما تقرب منه هتعمل ضغط عليه وتخفف الضغط على نفسك، انك انت اكيد صحيح اللعيبه بتفكر او الجهاز موصلها ان هي تلعب مباراه كل مباراه على حده ويركز ان ياخد ثلاث نقاط، بس في النهايه برضو لما بيبص للجدول بيلاقي نفسه لسه سبعة في مظبوط، فما فيش شك ان كل مباراه هتكسبها وبتقرب بتقفز في الجدول وبتقرب خطوه خطوه من بيراميدز هتعمل عليه ضغوط. هو لما بيحس ان الفارق كبير وفي ماتشات كتيره نفسيا بيبقى لاعب مرتاح في المباريات، غير لما يحس انك انت خلاص بقيت لازق فيه او تمام. خلاص جنبه، فهتعمل عليه ضغط اكتر. فما فيش شك النهارده فوز مستحق النادي الاهلي. امتى الضغوط تبقى على لعيبه النادي الاهلي؟ الايه؟ الضغوط امتى تبقى على لعيبه النادي الاهلي؟ مش من تتابع المباريات، هل من فقدان النقاط مثلا؟ طبعا لا قدر الله. اه طبعا كل ما هتفقد نقاط الضغط هيزيد عليك طبيعي. ما هو انت المكسب، اولا المكسب بيجيب مكسب، والمكسب كمان زي ما قلت لك بيقربك من بيراميدز اللي هو المركز الاول، فالضغوط بتقل عليك، لكن لو خسرت وفقدت نقاط الضغط عليك هيزيد، ده طبيعي يعني. ف يعني فوز مستحق الحمد لله. الجبهه النهارده اليمين هنتكلم في الفنيات بس خلينا واحده واحده يعني. ماشي عندنا وقت كتير ما تخافش، ما تقولش كل حاجه زي كابتن شريف. ماشي مش هرجع لكابتن شريف، خلي هشام يتكلم. ايمن هم اربع دقايق بس، خلي هشام يتكلم براحته. هيتكلم والله براحته لو سمحت، ما لحقتش اقول حاجه. هنتكلم على المكسب بس، هنتكلم على الفنيات. ماشي كابتن عادل اتفضل يا كابتن.